نظام العد عندي هون هو نظام خماسي، وبدي انتقل لنظام ثلاثي، فلازم مر اول شيء، امي مخليك معي حبايبي، لازم مر بالنظام العشري لحتى اتحول بين الانظمه، بين الثلاثي مثلا والخماسي، لازم بالعشري دائما، هذا الاسرع. فبقول 4 ضرب 5 بالاس 0 زائد 3 ضرب 5 بالاس 1، صحيح؟ اللي هي 4 زائد 15 وبيساوي 19. هذا في اي نظام؟ في النظام العشري. بتحول النظام الثلاثي، بقسم على 3، شو بيعطيني هون؟ يعطيني 6 والباقي 1، صح؟ بقسم 6 على 3 شو بتعطيني؟ 2 والباقي 0. فالجواب هو 2 0 1 في اي نظام؟ في نظام العد الثلاثي. اللي بعده نظام سداسي، بدي انتقل لنظام خماسي. فبقول 5 ضرب 6 بالاس 0 زائد 4 ضرب 6 بالاس 1 تساوي، شو بتساوي عندي هون؟ 5 زائد 24 يعني 29. 29 لحتى حولها لنظام خماسي، بقسم على 5 بيطلع معي 5 والباقي 4. بقسم 5 تقسيم 5 1 تقسيم 5 1، والباقي صفر، فبيطلع معي الجواب 1 0 4. راح ابعتهم هلا ريال، هي راح اظبطها هلا وابعث لك اياها صوره، مو بس فيديو، صوره كمان. هون الاربع عامله مين هي بالاصل؟ هي الاربع عامله هي 4 ضرب 3 ضرب 2 يلي هي 24، و3 عامله هي 6، هي 3 ضرب 2 ضرب 1 هي 6. فأنا عندي 24 بالأساس 6، صحيح؟ عم بيقول لي حولها لأي نظام؟ حولها للنظام العشري. بقول 4 ضرب 6 بالأس 0 زائد 2 ضرب 6 بالأس 2، صح؟ ضرب 6 بالأس 1. صار عندي 4 زائد 12 شو بتساوي؟ 16. فجوابي ايش قال؟ 16. اللي بعده السؤال الرابع. السؤال الرابع عطيني عملية جمع، بدي اجمع هون، بس انا ما عرفان بالاصل اكس مين، بس اللي متأكد منه انه اكس اكبر من 3. ليش اكبر من 3؟ لانه هون عندي 2 1 3، فاكس اكبر من 3، واكس اصغر من 5، لانه دائما لازم يكون ما داخل نظام العد اصغر من اساس العد. معناتها اكس ايش قد؟ معناتها اكس 4، صحيح؟ إذا كانت اكس 4 بعوض بالمعلومات الجديدة، صار عندي 3 ضرب 4 بالأس 0 زائد 1 ضرب 4 بالأس 1 زائد 2 ضرب 4 بالأس 2 زائد 2 ضرب 5 بالأس 0 زائد 4 ضرب 5 بالأس 1، شو بيساوي؟ هون عندي 3، هون عندي 4، هون عندي 32، هون عندي 2، وهون عندي 20، صح؟ يلي هن 7، 39، 41، 41 شو بطلع؟ 61، صح؟ شو الجواب كمان سي. اللي بعده هون اكيد اصغر من 5، و اكبر نفس العدد حاطينه، معناتها شو بتساوي؟ تساوي 4. بصير عندي 1 4 بالاساس 5 زائد 2 3 بالاساس 4 تساوي 4 ضرب 5 بالاس 0 زائد 1 ضرب 5 بالاس 1 زائد 3 ضرب 4 بالأس 0 زائد 2 ضرب 4 بالأس 1 ويساوي 12 17 20. اللي بعده. على فكرة بجوز يكون مايل، تعال نشوف. اكس لازم تكون هون اصغر من 5، واكس هون لازم تكون اكبر من 2، واكس
from x. x أصغر من 5 و x أكبر من 2. يعني في عندي كم احتمال؟ 3 و 4. فبدي أجرب 2 أخذ الصغير منه. طبعا الصغير مين راح يكون؟ تعال نجرب 3. راح يصير هذا عندي هون 2. لأنه ماي؟ إيه جاني كبلش بثلاثة. بس نشوف. 2 و 3 5 زائد 2 و 0 3 صحيح؟ هيك صار 8. هلا 3 ضرب 5 بالأس 0 زائد 2 ضرب 5 بالأس 1 زائد 0 زائد 6. شو بتعطيني هون؟ 19 تمام؟ أشوف لو كانت بالأساس 4 راح تكون أكبر وراح تكون أصغر. طبعا راح تكون بالمنطق شو راح تكون؟ راح تكون أكبر. 2 ضرب 5 كمان هون عندي 10 زائد عندي هون كمان 2 8. شو طلع الجواب؟ 22. فمين هو الأصغر عندي هون؟ 19. اللي بعده خلص هذا حجمه من هذول. هذول